السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله نهاركم بكل خير. في بداية حلقة اليوم يتقدم برنامج ملفات إريتريا بأحر التعازي لأسرة الفنان الأمين عبد اللطيف وللشعب الإريتري على هذا الفقد الجلل. نسأل الله له الرحمة والمغفرة والسلوان ولأهله ومحبيه. أما موضوع حلقة اليوم، الإريتريون في السعودية، تحديات الإقامة والرحيل. يعيش مئات الآلاف من الإريتريين في المملكة العربية السعودية منذ منتصف القرن الماضي، غالبيتهم من المولودون في المملكة، حيث افتتحت المملكة أبوابها للكفاءات الإريترية التي ساهمت في بناء جميع القطاعات الخاصة والعامة، كما سهلت وصول الإريتريين من أصحاب الكفاءات المتواضعة إلى المملكة في إطار التضامن السعودي مع القضية الإريترية إبان الكفاح المسلح الإريتري، مما أدى إلى التواجد الإريتري الكبير في المملكة العربية السعودية. إذن ما هي أوضاع الإريتريين في المملكة وما مدى تأثر الإريتريين بالرسوم الجديدة على الوافدين؟ لمناقشة هذا الملف معي في الاستوديو الناشط الاجتماعي الأستاذ حامد الحاج، وعبر الهاتف من المملكة العربية السعودية الأستاذ نافع سراج. فأهلا وسهلا بكم وبضيوفي. الأستاذ حامد الحاج، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم، وحقيقة بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نشكر قناة الحوار على منحها هذه الفرصة المرة تبر مرة للقضية الإريترية، ونشكر هذا البرنامج الرائع الذي استمر لسنوات كنافذة يعني تكاد تكون الوحيدة في الفضائيات العربية للقضية الإريترية. فجزاكم الله خير جميعا. شكرا أستاذ حامد، أهلا وسهلا بك. أستاذ حامد، الشعب الإريتري هذا الشعب من أزمة إلى أزمة أخرى ومن نكبة إلى نكبة أصعب. اليوم نتحدث عن قضية الإريتريين المقيمين في المملكة العربية السعودية وتأثير القرارات الجديدة عليهم. هل بدأنا بخلفية عن تواجد الإريتري في المملكة العربية السعودية؟ هو الحقيقة يعني كما أنت قلت، يعني المصائب يعني لا تأتي فرادى هذه الفترة الشعب الإريتري. نعم. يعني لا نكاد ينشغل بالنا بأوضاع مثلا الإريتريين الغرقى على سواحل إيطاليا، نعم، أو المنقطعين في ليبيا، أو المعاناة في معسكرات اللاجئين، أو في سيناء أو غيرهم، حتى تأتي قضية المعاناة في المملكة العربية السعودية. فصار حال الإريتريين كما قال المتنبي: فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، يعني حتى تكاد النصال لا تجد مكان. الوجود الإريتري في السعودية هو طبعا بحكم القرب الجغرافي، أسمرة أقرب عاصمة في العالم لمكة، أقرب من الرياض يعني، فبحكم التقارب الجغرافي هنالك وجود تاريخي متبادل. ولكن ربما الذي يعنينا اليوم هو الوجود في العصور، في العصر الحديث أو في العقود الأخيرة. يعني الحقيقة هذا الوجود هو وجود قبل السبعينات كان متقطع، يعني أناس يذهبون لعمل، أناس بسبب الاحتلال الأثيوبي يعني، لكن كان أعداد محدودة. نعم. والبعض كان للتعليم الديني. الموجات الكبرى كانت صراحة في السبعينات خصوصا أواخرها، وفي بداية الثمانينات هذه الموجات الكبرى التي استقرت، والتي يعني ذريتها من الجيل الثالث هم الآن الشباب والبنات في المدارس السعودية الصغار يعني، والجيل الثاني هو اللي موجود. بعد ذلك جاءت دفعات صغيرة في السبعينات وغيرها. نعم. دفعات يعني دفعات اغتراب عادي من أجل المعيشة، ولكن الدفعات الكبرى كانت بسبب الظروف السياسية التي قدرتها السعودية كثيرا. نعم. هذا ربما باختصار شديد يعني. جميل. إذا يعود تواجد الإريتري في المملكة العربية السعودية منذ بواكير تأسيس هذه الدولة. كيف كانت أحوال الإريتريين أثناء فترة الثورة الإريترية وفترة مرحلة الاستقلال؟ نعم، الحقيقة طبعا علاقات عميقة، يعني حتى كثير من السعوديين من قبائل قامد ورشايدة وغيرهم وعسير كانوا في السعودية، فالعلاقات كانوا في إريتريا. هذه هجرات سابقة أو هجرات في العصر الحديث يعني، كانوا إلى السبعينات كانوا السعوديين موجودين في إريتريا. نعم. وعادوا من قبائل كثيرة، فالعلاقات مستمرة وأخوية. الحقيقة مواقف السعودية تاريخيا في العصر الحديث مع مع إريتريا أو مع الشعب الإريتري مواقف مشرفة جدا يعني. أول بعثة للرابطة الإسلامية للأمم المتحدة أيام الملك عبد العزيز رحمه الله كانت بتمويل سعودي 10,000 ريال سعودي، يسوى الشيء الكثير ذلك الوقت. نعم.
نحن نتحدث عن نهايات الأربعينات بداية الخمسينات نعم ربما. نعم في ذلك الوقت، وكان جهود من الملك فيصل في فترات مبكرة عندما كان وزير الخارجية ثم عندما أصبح ولي العهد. نعم. مواقف السعودية، ربما أول مؤتمر قمة إسلامية سنة 1964 مختص بالقضية الإريترية كان بجهود سعودية، عقد في الصومال وخرج بنتائج قوية لصالح القضية الإريترية، وكان من ثماره توفير دعم مالي للأنشطة العسكرية والسياسية، بل وتخصيص ركن ثابت في إذاعة نداء الإسلام، حتى كنا لحقنا عليها نسمعها وأنا صغار يعني في السعودية. كان هذا ما لحقنا على البرنامج الإريتري، كان المذيع الإريتري موسى صافي كان يقدمه في إذاعة نداء الإسلام. نعم، مكة المكرمة. نعم، مكة المكرمة، ركن خاص بالقضية الإريترية. أيضا لقاءات الملك فيصل عندما كان ولي العهد مع إدريس محمد آدم وعثمان سبة، ويقال أن إبراهيم سلطان قابله، وأيضا يحكى عن علاقات طيبة بين الملك فيصل والشهيد عبد القادر الكبير رحمه الله. فالملك فيصل تعهد للإريتريين بكامل النفقات لجميع البعثات السياسية، المكاتب السياسية لجبهة التحرير إريتريا، بجميع نفقات نقل المتدربين من الميدان، من الخرطوم، من القاهرة، من دمشق إلى معاهد التدريب العسكرية في بغداد وبكين وغيرها، تعهد بجميع المصروفات السياسية يعني. فكان الحقيقة مواقف مشرفة وضخمة في فترة الكفاح المسلح. نعم. وربما بعد قليل نتكلم عن كيف عاملت السعودية المهاجرين الإريتريين إليها يعني. جيد. نعم. لا شك أن السعودية لعبت دور كبير في فترة الثورة الإريترية. نعم. لا ينكره غير جاحد، لكن دعنا نتحدث اليوم عن أوضاع الإريتريين. نعم. فلنبدأ منذ البدايات. تحدثت عن أنه السبعينات كانت هي فترة النزوح الجماعي أو الدخول الجماعي للسعودية. نعم. كيف اتسمت هذه الفترة بالنسبة للأوضاع الإريترية؟ اتسمت بترحيب كبير من الدولة السعودية حكومة وشعبا، وكان في بندين أنا حقيقة يعني لا أنساهم، خصوصا الثاني منهما. نعم. كان هنالك شيء يسمى كده إقامة 44 للإريتريين. كانت هذه يعني تأشيرة زيارة، تأشيرة يعني غير تأشيرة عمل، عن طريق التنسيق مع المكتب الجبهة كان يمكن تحويلها إلى إقامة. فكثير من الإريتريين كان يأتي زيارة أو كذا ويحول إلى إقامة بتسهيل فقط أنه إريتري. فكان هذه صراحة دعم كبير جدا. هذه جدا كانت حالة خاصة للإريتريين. حالة خاصة للإريتريين، فكان الدعم وترحيب وتسهيل كبير ومقدر يعني. يجب أن لا ننسى مع مضي العقود يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعم. الشيء الآخر الذي استفدنا منه صغارا أنا شخصيا وجيلي استفاد منه كثير، كان هنالك في قديما في السعودية في بداية الثمانينات وآخر السبعينات كان في شيء اسمه، أعتقد استمر اسمه، النسبة، يعني نسبة لعدد الأجانب في هذه في كل مدرسة، مثلا مسموح 15 أو 20% مقيمين غير سعوديين. كان الفلسطينيين والإريتريين يحظوا بشيء اسمه إعفاء من النسبة، حتى لو المدرسة اكتفت من المقيمين كان الإريتري يدخل يدرس. وأتذكر أنا شخصيا حصلت على إعفاء وفي المرحلة المتوسطة، فهذه كانت وغيرها من التسهيلات حقيقة، حتى التسهيلات لم تكن على شكل نظام، كانت أحيانا كثيرة على شكل تعاطف من الجهة التي تتعامل معها، يعني إريتري وفلسطيني كان لنا تعاطف، فمرت يعني أيام طيبة كثيرة حقيقة. جميل جميل، رائع. بالنسبة لأوضاع الإريتريين اليوم في السعودية، ما هي أوضاعهم المعيشية، أوضاعهم الاقتصادية، الوضع الاجتماعي بشكل عام؟ نعم، هو الحقيقة يعني الإريتريين في السعودية في الفترة الأخيرة والعقد الأخير حصل تفاوت وانقسام بين شرائح، يعني قبل موضوع الرسوم هنالك عدد من الإريتريين يعمل في وظيفة جيدة براتب جيد مع كفيله، لا يشعر مثلا بتجديد الإقامة أو رسوم المعقب أو التأمين الصحي. أنا عشت في المملكة 30 سنة وقضيت تقريبا طول فترة عملي مع الكفيل لم أكن أشعر بهذه الأشياء، كان هو يدفعها يعني ورواتبه جيدة، هذه شريحة أمورها طيبة يعني. هنالك شريحة قد تكون أقل متوسطة، يعني راتبها متوسط، يعمل لدى كفيل ولكن يعني عليه بعض المصروفات الثقيلة بعض الشيء. ولكن المشكلة عندنا قسم في الشعب الإريتري
لأسباب تاريخية وسبب الهجرة للحرب. يعني المهاجر الإريتري يعني 90% ليس مهاجر اقتصادي يعني، نعم. فهو شبه مهاجر أبدي أو ما أشبه ذلك، ما أعرف إيش كيف أعبر عنها. فهو تجده مثلا ما يعمل لدى كفيله، فهذا تلقائيا يترتب عليه أن رسوم الإقامة، رسوم التأمين الصحي، رسوم المعقب، قد يكون هنالك بعض المبالغ للكفيل، وقد يكون هذا الذي لا يعمل لدى كفيله أصلا يعمل براتب ضعيف، فهذا يعيش في وضع سيء. هنالك من هو أسوأ من ذلك، هنالك أناس طال عليهم الأمد، كبار في السن، مرضى أو أرامل، لا يعمل أصلا، هو بالكاد يعيش ويجدد الإقامة، فهذا النوع الذي يعني أشبه بالمعدم. فهذه الشرائح وأوضاع اللاجئين أو المهاجرين الإريتريين في السعودية. نعم، معنا عبر الهاتف الأستاذ نافع السراج من المملكة العربية السعودية. أستاذ نافع مساء الخير، تسمعني؟ يا هلا، مساء النور، يا مرحبا. أهلا وسهلا بك أخي العزيز. الأستاذ حامد الحاج قسم الإريتريين في المملكة العربية السعودية إلى 4 شرائح رئيسية، لعلك استمعت إلى هذا الحديث. هل حدثتنا عن أوضاع الإريتريين اليوم في السعودية؟ حي أستاذي وحي ضيفك الكريم. أهلا بك. بصراحة الأستاذ الفاضل الضيف ما شاء الله مطلع جدا على الأوضاع. التصنيف اللي صنفه فعلا هذا هو الوضع الحالي للإريتريين عندنا في السعودية. الصنف الأول اللي هو أمور طيبة، اللي هم عندهم شغالين كفيلهم براتب معلوم، بعقد معلوم، والكفيل متكفل بمصاريف تجديد الإقامات والأمور هذه والتأمينات. هذه الشريحة أصلا يعني للأسف هي الشريحة إلى الآن اللي هي بدأت الهجرة، لأن هي أصلا مقتدرة، يعني هي شريحة أصلا لديها الدعم المادي وما عليها التزامات في هذا الحجم. مثلا علينا الشريحه الوسطى والاخيره، هذه الشريحه وليست صغيره، يعني هذول اقدم الناس اللي في السعوديه، وهذول الان جاء جيل اجداد مولود في السعوديه. هذه الشريحه للاسف لا، ما عندها دعم مادي، ما عندها حتى ارتباط اجتماعي او ثقافي بإريتريا عشان يرجعوا، لان الان معظم الجنسيات احنا خلال هذه الشهرين الان أكاد جدا أقول لك يعني العمائر كلها معلق عليها الانفجار، يعني صار في كميات غير يعني غير مستهان بها من الناس اللي هي بتترك البلد وماشية. طب أستاذ نافع، عفوا على المقاطعة أستاذ نافع، هل وضعنا المشاهد على صورة ما هي القرارات السعودية التي نتحدث عنها اليوم؟ ما هي أبرز بنودها وكيف أثرت على الناس؟ أستاذ الفاضل الكريم الضيف شرح تاريخ جميل لإريتريا في السعودية، أنه التاريخ الإريتري للقادة في السعودية زمان. يعني الآن السعودية مختلفة تماما، المملكة الآن لديها رؤية مختلفة تماما، الآن المملكة كأنها بتقول هذاك عهد وولى، والآن في عهد جديد 100% يعتمد على موارد غير نفطية. من هذه الموارد حسب طبعا كل دولة لها سياساتها الخاصة في هذه الأمور. السعودية الآن سياستها أنه كل مقيم في المملكة يجب عليه أن يدفع مقابل إقامة في السعودية، لأنه هو يتمتع حسب يعني حسب النظام وحسب ما قال أنه المقيم يتمتع ببعض المزايا، وكل الدول في العالم بتفرض ضرائب، ليش نحن في السعودية ما يكون للمقيم أو على المقيم ضريبة يدفعها لأبنائه؟ الفرق هنا في السعودية الآن إنه هذه الأنظمة الآن التي تفرض على الجميع ليس لها أي استثناء. يعني في جاليات قديمة في المملكة، وقد كان في يعني إثناء هذا الكلام، إنه في دول معينة كانت معفية كثير من بعض الرسوم، وفي دول وفي جاليات كانت معفية أيضا من الإقامات، زي الجالية البرمية، وفي بعض الجاليات الآن السورية مؤخرا، وفي اليمنيين كانوا إقامة بدون يسموها إقامة مؤقتة بدون كفيل. هذا القرار الآن الجديد اللي هو فرض رسوم على مرافقين المقيم اللي هو أبنائه وزوجاته، لازم يدفع على كل شخص فيه مبلغ قدر 100 ريال شهريا، تدفع على كل شخص تحت كفالتك. هذا القرار حسب آخر يعني زي ما تقول تصريح طلع من الحكومة إنه لن يستثني أي جالية، يعني لك عبد الخير قديش صرامة القرارات الجديدة.
هذا البعد الآن يعطيك بعد مختلف تماما عن أي استثناءات. الآن المملكة متجهة على 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 أنه من أراد أن يستمر في المعيشة في المملكة العربية السعودية يجب أن يكون قادر على ذلك، سواء بوظيفته أو بمؤهلاته. لا نريد حسب التصريحات، لا نريد أحد في المملكة غير مضيف قيمة أو فاليو لمعيشة المملكة. سواء واضح أخي نافع، نعم وضحت الصورة. عودة الأستاذ حامد، المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة لا ينازع أحد في قراراتها الداخلية. هذه الرسوم وهذه القرارات هي تشمل كل من يقيم أو تابعي كل من يقيم على أرض المملكة. لماذا اليوم نحن نتحدث بخصوصية عن الجالية الإريترية في السعودية؟ هو خصوصية الجالية الإريترية أنه ينبع من الحالة الأصلية أنه ليس أصلا مهاجر اقتصادي، يعني هو ما كان يبحث عن وظيفة وخرج. كثير من الناس في السعودية من الإريتريين هم أصلا لديهم مزارع وأملاك ومصانع وأراضي في إريتريا، ولكن الظروف الحرب والظروف السياسية أخرجتهم. فهو يعني شوف، السعودية تعطيك حق العمل، يعني رخصة عمل أنك تعمل وليس حق الإقامة، لكن الإريتري ذهب هنالك بنية الهجرة. يعني الخصوصية تنبع من أنه هو الإريتري لا يستطيع العودة لبلده في اعتقاده لأسباب هو يعلمها، ظروف سياسية موجودة في إريتريا، ظروف اجتماعية، ظروف تتعلق بالتجنيد الإجباري، أمور كثيرة، فهذه تجعل طريق العودة إلى بلده مغلق. فأي أزمة في السعودية بالنسبة للإريتري أثرها مضاعف 3-4 أضعاف. من هنا تنبع الخصوصية. أستطرد يعني تعرف كثير من الجنسيات يرسل أبنائه ويتعلموا في البلد ويصرف أقل عليهم، فقط أنه زوجته وعياله مش معاه. عند الإريتري الأمر يختلف يعني. نعم، عودة للأستاذ نافع، سمعت حديث أستاذ حامد الحاج. إذا كانت هذه الرسوم تثقل كاهل الإريتري في السعودية ولا يستطيع العودة إلى إريتريا لأسباب سياسية وأسباب إنسانية بحتة، ما هي الأهم أو الإجراءات التي يمكن أن يسلكها الإريتري اليوم في السعودية؟ والله يا أستاذ بصراحة الخيارات جدا ضيقة، يعني ما يعني أكاد أقول إنه أنا حتى الناس اللي بشوفهم وبسمع من رواياتهم ووضعهم، الناس ما عندها خيار. يعني في جاليات تحرك، في بعض المجموعات تحركت إلى السودان، في بعض الإقامة في السودان، يعني يكون رب الأسرة هو ما زال في عمله هنا ويرسل أسرته إلى السودان، وفي بعضهم إلى مصر، وفي بعضهم بدأوا يعني أعداد قليلة جدا إلى تركيا، وما والسفارة التركية الآن استدركت هذا الوضع، الآن لا يوجد أيضا إمكانية إعطاء الفيزا لجواز الإريتري من السعودية بسهولة كما كانت في السابق، مو في السابق البعيد يعني قبل شهرين الآن، بسبب كمية الطلبات التي وصلتهم من الإريتريين. فصار الآن الإريتري ما عنده إلا الخيار الصاعد من العودة إلى الإريتريا أو الهجرة. أخي نافع عفوا، سنعود للحلول المطروحة. ما قصدته هو الآن أنتم في أو الإريتريين المتواجدين في السعودية، ما هي الإجراءات القانونية التي عليهم اتباعها؟ كيف يستطيعون أو يتمكنون من تسوية أوضاعهم؟ يجب على كل مقيم الآن من بداية شهر 7 جولاي 2017 أن يدفع على كل شخص مرافق تحت إقامته. طبعا نظام الإقامة في السعودية أنت تأخذ إقامة عمل أو بعقد العمل، ويكون تحتك الإقامات لكل اللي هم أندر إيج أو حتى الأخوان أو الأخوات أو الأم الأب، إذا كانوا لا يعملون يكون إقامتهم تحت كفالتك أنت وليس تحت كفالة الشركة يعني. فالآن على كل شخص يعمل في السعودية تحت كفالته أي عدد كان يجب دفع 100 ريال شهريا على كل مرافق له. 100 ريال هذه مثلا فرض مثال أسرة مكونة من زوج عندهم 3 أبناء، على الزوجة أن يدفع 400 ريال شهريا، تدفع في السنة 400 × 12 يعني يكون مبلغ، هذا لازم يدفعه كل سنة مع تجديد الإقامة. في ناس صارفت تجديد إقاماتهم الآن هذا الشهر مثلا، في ناس صارفت إقامة الشهر الجاي، في فترة تجديد الإقامة لابد أن يدفع مدة سنة كاملة عن أدفانس يعني للفترة القادمة
لكل من هو تحت اقامته 100 ريال، ولك ان تحسب الترين هنا والله ما في، يعني لا اكاد ارى احد الا وتحت كفاءه ثلاثه واربع غير الابناء اللي شايل امه ووالدته واخواته والغير متزوجات، يعني الامور شويه اكيد على عامل الجسري غير يختلف قليلا عن باقي العمال، يعني باقي الجنسيات ممكن يكون هو عامل هو وزوجته فقط. احنا زي ما ذكر الاستاذ حامد جاليات قديمه جدا، يعني كل واحد يعمل لازم يكون تحت كفالته عدد لا يعني من الاقارب البلوز اللي هو الدرجه الاولى، الاب والام والاخت، اعداد لا تقل عن 4-5 غير اذا غير اللي هو متزوج، يعني تمام، يعني هذا الشيء يزيد. جميل. فهذه المصاريف الان اللي هو صاحب محدود الدخل لن يتمكن من دفع هذه المصاريف، طبعا الشركه غير متكفله بدفع اي 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 مبلغ لهذا الشيء، بالعكس حتى الشركه عليها رسوم اخرى غير الرسوم هذه الجديده ايضا فرضت على كل عامل تدفع عليه 400 ريال شهريا على الشركه. فالان الشركه ايضا صارت تفكر انه لا، انا بدل ما ادفع 400 للعامل الغير سعودي يفضل لي يعني ان اوظف سعودي وما اتكلف بهذه التكاليف، فصار هو الان الاكري غير امن على وظيفته. واضح. هو كمان غير مقتدر وهو موظف، ايضا لا يضمن وظيفته اصلا. نعم واضح اخي نافع. استاذ حامد الحاج، حسب احصائيات مصلحه الجوازات السعوديه العام 2013 هناك ما يقارب 70 الف اريتري مقيمين بشكل نظامي، هناك ربما عدد مماثل لم تسوى اوضاعها النظاميه. كما شرح الاستاذ نافع هذه الرسوم هي رسوم بالنسبه للاريتريين هي بايضه، هل نحن امام ازمه انسانيه؟ هي بلا شك، يعني والله مش عارف يمكن كلمة أزمة كبيرة، لكن هي مشكلة كبيرة. أين ستذهب هذه الأعداد وناس لا تستطيع أن تتدبر؟ نعم. هذه المبالغ هو الحقيقة، يعني أنا أريد أن أنوه على شيء قبل أن أتكلم عن برضو يعني لماذا تؤدي هذه الرسوم. أولا يعني هنالك فرق بين زي مثل ما يقولوا أن تنهم بشيء أو تهتم بشيء. نعم. الآن في العالم أصبح قرية صغيرة، كل الإريتريين الآن يخاطبوا بعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ناس ينشرون الجزع والخوف، يعني يكاد يكون الأمر في أزمة نفسية كبيرة عند الإريتريين، وعملية الجزع هذه التي يمارسها بعض الإريتريين للأسف قد تؤدي إلى اتخاذ بعض الأسر إلى قرارات خاطئة. نعم. يعني يخرج من هذه الأزمة أو المشكلة المحدودة إلى بلد ما يعرف فيه شيء، إلى ضرر. فأنا أقول لا يعني لا ننشر الجزع، بل نحاول أن نهدئ النفوس، لأنه في النهاية لابد أن نهدأ ونجد حل، هذا من ناحية. نعم. من ناحية أخرى هنالك شرائح كما قسمنا سابقا، هذه الرسوم ستجعل حياتها صعبة بعض الشيء، لكن هنالك شرائح هي أصلا حياتها صعبة ومنهارة، هنا يعني ستكون هنالك طامة. أكثر حلول الهجرة والمش عارف الاستثمار ودع عيالك تركيا والكلام هذا، والله هذه الأسر المطحونة ما عندها تذكرة تروح من الرياض لجدة أو العكس، فهذه الحلول يعني قد ما تكون تجدي معهم. نعم. قبل حلول الأستاذ حامد، أنت كنت ناشط في أوساط الجالية الإريترية سواء في جدة أو الرياض أثناء إقامتك هنا. نعم. حدثنا عن أوضاع الشرائح التي الآن نحن في صدد الحديث عنها، هي الشرائح الفقيرة أو المعدومة أو التي تواجه الصعوبات، ما كيفية معيشة هؤلاء الناس، ما هي حياتهم؟ والله الحقيقة يعني سبحان الله حتى الحديث عنهم صعب، يعني كنا نزور بيوت أناس مصابين بشلل أو عمى أو أمراض خطيرة، يتنفس من الحنجرة أو تكون أرملة ومعها 5-6 أبناء وتعيش في سطوح وبفقر، وأكبر أبنائهم ممكن بنت عمرها 16 سنة. هنالك امرأة عمياء والله تعيش في أحد أحياء المملكة، يعني تعيش لوحدها يعني، والناس يكسرون بابها الخشب ويسرقونها. فهنالك فعلا يعني، وأنا ما أتكلم عن حالة حالتين ثلاثة، يعني الناشطين في مثل هذه الأمور لديهم قوائم على جداول إكسل مفزعة، وبيوت كنا نراها ونزورها، فهذه فعلا شرائح حالتها صعبة. وهنالك شرائح يعني بالكاد يعيش يعني قد والله نعرف، رأينا أناس يعني قد ينقصه بعض أساسيات الحياة من ثلاجة ومكيفة وما أشبه ذلك، ولكنه براتب ضعيف بالكاد يدفع الإيجار. ف
فهنالك صراحة كمية كبيرة من الإريتريين ظروفها صعبة بدون هذه الرسوم وقبل هذه الرسوم. دعني أنتقل للأستاذ نافع. أستاذ نافع، سمعت هذا الحديث في ظل هذه الرسوم الثقيلة التي تحدثت عنها وفي أوضاع الإريتريين الصعبة، هل نحن أمام مأساة إنسانية؟ هل سنرى أسر تخرج إلى الشوارع والكباري كما حدث قبل فترة من الزمن لجاليات أخرى؟ طبعا هذه الوسيلة في القرارات هي الآن ما هي ملزمة، هي حبان معنا قدامنا. نحن لسه الآن من موعد يعني تنفيذ هذا القرار كان في جولاي، الآن لسه الناس ما بدأت تعاني. هو اللي حيصير طبعا في فرق عن المأساة القديمة اللي حصلت، إنه كان في تهديد إنه الناس اللي ما سلمت نفسها وما غادرت حيكون في تسهيل لكل من يعني يستقبلهم في بيته أو إنه يخليهم يقيموا بشكل مؤقت. الآن ما في هذه التهديدات طبعا. الآن اللي صاير إنه الناس معها إقاماتها، وزي ما تفضل الأستاذ حامد، في يعني عدد لا يستهان به من الأسر، ممكن نسميها الأسر المتعففة ومعدومة الدخل. هذه الأسر طبعا هي أصلا معظمها إقامتها منتهية من فترة طويلة أصلاً، يعني هي أصلاً عايشة في البلد هنا عن طريق جمعيات الخيرية وأهل الخير وكذا. هذه فيها بصراحة الله يعينهم، أنا ماني عارف إلى الآن. هذه أصلاً مأساة، قبل القرارات كان عليهم مأساة أصلاً، والآن زاد على المأساة مأساة. الناس اللي هم الطبقة الأعلى منهم شوية، اللي هم ما من يتمكنوا من دفع هذه الرسوم، حتبان معاهم مع أول تجديد. يعني إذا في ناس عندهم تجديد الفترة الجاية لن يستطيعوا، إلا ما أدري أنا إيش اللي حيحصل. بس الآن حتى الصحافة السعودية بدأت تتكلم عن هذا الموضوع، إنه حنكون في مشكلة كبيرة في انتظار هؤلاء الناس إنهم يدفعوا الرسوم عشان يكونوا نظاميين في البلد. فيمكن كده يزيد عدد المخالفين للنظام، ويزيد عدد الناس اللي هم مقيمين بدون تجديد إقاماتهم، وبالتالي يرجع نفس الساكل من جديد. يمكن بعد فترة يرجع يهدد الناس اللي بدون إقامات لازم إنهم يغادروا من جديد. وهنا حتكون المعضلة، لأن الإريتريين للأسف ما يعني معظمهم لا حتى لا يفكر أصلاً إنه يرجع إريتريا في الوضع الراهن. والسودان ومصر وتركيا ما في أحد يستطيع على تكاليفها، ولا كانت حرب من زمان. إحنا فعلاً أمام مشكلة كبيرة ومأساة. جيد، لا شك أنها مشكلة كبيرة. لعلنا نتحدث عن الحلول، لكن دعنا نخرج فاصل ونعود بعده. أعزائي المشاهدين، نلتقيكم بعد قليل.
هل يمكن تنقلني إلى شاهد آخر من عيان، يعني موجود زميل آخر معك؟ مع الدكتور حسن دلوقتي. الإسعاف هو من الآن يحاول نقل هذه الحالات الحرجة التي ذكرتها لك، الإصابات الخطيرة في الموت. الرصاص جاي من فوق، دلوقتي في ضرب جاي من فوق من ناحية السقف، أعتقد ده كان ضرب نار، الله أعلم. ودي كانت محاولة اقتحام بالرصاص الحي والقنابل الغاز والخرطوش، ونتجت عنه بعض الإصابات للموجودين في داخل المسجد. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة اليوم بعنوان تحديات الإقامة والرحيل الإريتريين في السعودية. الأستاذ نافع سراج تحدثنا عن أبرز أوجه هذه الإشكالية التي تواجه الإريتريين اليوم في السعودية. هل تم التواصل مع المسؤولين السعوديين وشرح هذه المعاناة؟ نحن أنا على علم هناك كثير من الجنسيات، ربما اليمنية، السورية، فلسطينية، غيرها، أوضاعهم قد تكون مماثلة أو أصعب، لكن خصوصية الإريتريين وأوضاعهم في وطنهم، هل هناك نوع من التحرك الجماعي في اتجاه السلطات السعودية؟ والله حسب علمي استاذي ما سمعت ابدا انه في اي توجه. الان بعض الشباب عندهم بعض المحاولات البسيطه لتجهيز بعض المعروض العريض لتقديمها لبعض المسؤولين، ولكن الى الان تعرف هذه الامور تحتاج الى تكاتف او شرعيه معينه لجهه معينه لمخاطبه الجهات المسؤوله هنا في المملكة، سواء النصارى أو الجالية أو الوصولية. ما في توجه معين لهذا الموضوع، بالعكس هم الآن بدأوا يسهلوا الموضوع أن الناس إذا حابين يرجعوا إلى إريتريا فتسريع أوراقهم، سواء استخراج أو دفع السفر أو تجديدها. أما مخاطبة الجهات السعودية تحتاج إلى غطاء شرعي أو منظمة معينة. المعروضات الشخصية هذه لم تعد تعمل الآن في ظل ما تكلمنا عنه سابقا، رؤية المملكة 2030. جيد، جميل. الأستاذ نافع سراج يبدو أنك على عجلة من أمرك، فأشكر لك هذه المداخلة وتواجدك معنا في حلقة اليوم. الأستاذ حامد، دعنا نتحدث عن الحلول اليوم. من أين يبدأ الإريتري في السعودية؟ نعم، اولا طبعا احيي الاستاذ نافع سراج ومشاركته القيمه، جزاه الله خير، يعني من قلب الحدث، يعني يعلم ما لا نعلم طبعا اكثر مننا. الحقيقه الحلول يعني هو طبعا حسب الظروف وكذا. انا ادعو الناس اللي وضعهم جيد او وسط ويستطيع ان يتحمل الى سنتين ثلاثه ان لا يتعجل. الخيارات غير جيده، يعني قد يذهب الى خيار في العالم الثالث أو الشرق الأوسط قد يكون أسوأ يعني أوضاعه فيه من أوضاعه في المملكة. الشرائح التي وضعها جيد إذا استطاعت أن تهاجر إلى أوروبا فهذا أفضل، يعني إجمالي الصورة الحقيقة يجعلنا ننصح من يستطيع أن يهاجر إلى أوروبا يهاجر. والأنظمة الأوروبية تتفهم أن الإنسان كان في بلد نفطي وكذا لكن لديه مشاكل سياسية في بلده. يعني بالنسبة ل الشرائح الضعيفة، الحقيقة طبعا تعرف أحيانا عندما يعني فلما استحكمت حلقاتها، يعني فعلا استحكمت حلقاتها وناس ظهرهم للحائط، فهنا يأتي نصر الله، يأتي حل من الله. يعني يحق لنا أن نأمل في حلول خارجية، حلول نحن لا نعملها، في أمل أن المملكة العربية السعودية أن هذا قرار يعني تنفيذي، قرار قابل للتغيير. قد ترى المملكة العربية السعودية أن
هذه القرارات التي وضعت مثلا لحساب فوائد اقتصادية في استهلاك البنية التحتية وغيره قد أدت إلى أضرار على الاقتصاد السعودي، من حيث تضاع يعني مثلا هنالك توقع أن هذه القرارات ستوفر للدولة من 8 إلى 9 مليار ريال، ولكن الحوالات الخارجية عندما يرسل الناس أسرهم إلى الخارج قد تصل إلى 90 مليار أو أكثر. نعم. يعني اقتصاديين يتحدثون في المملكة عن ذلك، فقد يراجع القرار، خصوصا هؤلاء الضعفاء ما لهم إلا الله، فنتوقع أن القرار هذا نأمل أنه يراجع. بعض الناس يعني للأسف كأنه يعلم الغيب يقول لك لا أبدا لن حيتغير، لما يا أخي تفائل بالخير يعني هذا الشيء الخارجي. بالنسبة كما قلنا الشرائح المتوسطة هذه ندعوها إلى عدم العجلة، إما الهجرة لأوروبا أو الانتظار حتى ييسر الله أمرا. سنتكلم عن موضوع المفوضيات بعد قليل ربما، لكن أهلنا الضعفاء الذين يعني لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلة، أنا أدعو الإريتريين الميسورين في المملكة في هذا يعني المنعطف التاريخي أن يقف مع هؤلاء التي ظروفهم شديدة، يعني لا يذهب ويبكي معاهم، وإذا هو ميسور ولو طفل واحد يعني ساهم في تجديد إقامته لأرملة أو شخص مريض ساعدهم في طفل من أطفالهم هذا سيكون أفضل، هذا على المستوى فيما بيننا، وهو لابد منه يعني. نعم. الإريتريين عاشوا كذا في إريتريا وعاشوا بهذه الطريقة في السودان، البيت الواحد يدخله عشرات الناس، يعني في المراحل التاريخية الصعبة الإريتريين يستطيعون أن يفعلوا ذلك. لكن يبدو أن هذه التكاليف لا طاقة للناس بها، هي تكاليف قد تبدو هينة، نتحدث عن 100 أو 200 ريال في الشهر، لكن بالنسبة لأعداد الأسر الكبيرة وهذه حلول جزئية. جزئية نعم. هنالك شيء دعنا نطرح مزيد من الضوء على مدى هذه تأثير هذه الرسوم على الإريتريين. نعم. معنا الأخت نجاة من السعودية عبر الهاتف، أهلا وسهلا أختي نجاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أستاذ فؤاد لتسليط الضوء على موضوع أمور المقيمين في السعودية وعلى أوضاع الإريتريين فيها مع زيادة الرسوم التي أرهقت الإريتريين، وأنا من مواليد السعودية ومقيمة فيها وأبحث عن اللجوء طريقة شرعية أنا وعائلتي التي لا تتحمل عبء المعيشة مع الرسوم الإضافية، وطبعا معروف نحن ما نقدر نرجع إلى وطننا لأن أصبحنا إريتريين بلا وطن. طيب أختي نجاة، أنتم كأسرة الآن مقيمين في السعودية، ما 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 هو عمق الأزمة التي تواجهونها؟ الصراحة يعني عشان يكون الواحد يعني إحنا عائلة ما شاء الله كبيرة ودا وما نعرف غير السعودية في البلد هذا، يعني ما نعرف بلد ثانية غير السعودية هذه، مولودين فيها وحياتنا فيها، يعني الشغل كمان فرد واحد ولا فردين اللي يشتغلوا يعني، والباقي يعني يكون مرافق يكون هذا، فما يقدر الواحد يشتغل ولا شيء يعني، فالواحد يعني ما يقدر يتحمل الرسوم هذه، لا حيكون على رب الأسرة ولا ولي الأسرة، حيكون عليه مرة عبء ثقيل، ومعروف هنا يعني شوية الأوضاع صعبة هنا. إذن لماذا لا تعود هذه الأسر؟ أنا طلبي تفتحوا، لماذا لا تعود يعني أختي نجاة هذه الأسر إلى أوطانها بدل البحث عن أوطان بديلة؟ السعودية لم تكن وطن. نعم تفضل يا اسمع. هذا وطني الأول، أنا أعتبر السعودية وطني الأول، وإريتريا معروف وضعها إن هي يعني سياسيا وبالتجنيد الإجباري وصعوبة العيش فيها يعني صعب إن نرجع، ما في أي إريتري يقدر يرجع بلده. نعم. معروف ده الشيء يعني عالميا يعني معروف قضية إريتريا إيشيا. نعم. طيب يعني أنتم الآن. يعني أنتم الآن أختي نجاة في لا تستطيعون تحمل أعباء هذه الرسوم ولا تستطيعون العودة إلى الوطن في إريتريا لأوضاع كثيرة يعلمها الجميع. ما هو الحل؟ ماذا تواجهون الآن؟ ما كيف تتصرفون في ظل هذه الأوضاع؟ والله الحمد لله يعني على كل حال، بس الواحد لما يزيد عنه يعني الإنسان على طاقته يعني لما يزيد زيادة عن طاقته ما يقدر يطلع شيء، يعني الرسوم كل ما ذات يزيد علينا فما نقدر نتحمل هذا كله. نعم
جيد. يعني يا يا يكون رفقا بالإريتريين خاصة في السعودية، لأنه الواحد ما يتمنى كمان يطلع من بلد يعني الوطن الأول اللي اعتبره، أو إنه يفتحوا لنا لجوء شرعي في أوطان يعني تحس يعني اسمه ده يعني ترفع من شأن الإنسان يعني أو الإريتري عامة، يعني يعيش بحرية وباطمئنان واستقرار زي ما أنا محصلة هنا الاستقرار والأمان. أبغى كمان بلد ثاني يعني ألجأ إليه أحس بأمان واستقرار. واضح أختي نجاة، أشكر لك هذه المداخلة، وصلت رسالة. أستاذ حامد، سمعت حديث الأخت نجاة كيف يواجهون هذه الأوضاع، لا يستطيعون تحمل الرسوم، لا يستطيعون العودة إلى الوطن. السعودية دولة غير موقعة على اتفاقية اللاجئين، نعم. سواء اتفاقية روما أو جنيف، هل يمكن للإريتريين تقديم إلى اللجوء عبر دولة ثالثة؟ نعم، ممكن الإريتريين تقديم لجوء عن طريق دول أخرى التي فيها مفوضيات. أشهر الحالات الآن ربما مصر وتركيا والسودان، على صعوبات تفصيلية حتى في إعطاء التأشيرات يعني الآن في تركيا ومصر وغير ذلك، ولكن ممكن تقديم عن اللجوء هنالك، ولكن الأمر طبعا ليس بتلك السهولة، تحتاج أن تقدم لجوء وأن تكون يعني تعيش في البلد التي قدمت فيها اللجوء، وتتفاوت الفترة يعني من بلد إلى آخر إلى أن يأتيك قبول أو تدخل في الويتينج ليست في الانتظار. هذا ممكن جدا، ولكن أنصح كل أسرة بالتأكد من كل حل مطروح ومن كل مفوضية مطروحة، ولا أنصح بعمل خروج نهائي والذهاب إلى أحد هذه البلدان، لأنه قد يعني تتغير الأمور أو تطول السنين. لا يخفى عليك أن هنالك لاجئين إريتريين في السودان وأثيوبيا وكذا، بعضهم لهم سنين طويلة مقدمين، فالأمر ليس بتلك السهولة، ولكننا ننصح. لو تسمح لي في موضوع الحلول أستاذ، نعم. فؤاد تفضل. أيضا يعني تعرف الإنسان يحاول كل ما يمكن، والأمل في الله لا ينقطع، والمملكة العربية السعودية كما يعني سابقا أعطت استثناءات لإريتريين ووقفاتها تاريخية لا تنسى، ما المانع من تقديم معروض إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي عهد وإلى الإمارات وإلى وزارة الداخلية، أمارات المناطق يعني، بطلب استثناء أو التماس يعني، فيعني على الأقل محاولة يعني، وربما إذا تكررت المحاولات من عدة جاليات ربما المملكة تعيد النظر في هذا القرار. هذا من الأشياء التي يحاول فيها يعني، وقد يخفف على الإريتريين بعض الشيء الآن، انخفاض إيجارات السكن وكذا، على تفاصيل يعرفها الناس اللي يعيشون في السعودية. الحقيقة كلام أختنا نجاة يعني أنا استخلصت منه شيء، أن الناس فعلا ظهرها للحائط يعني، ما يعني الناس لا تدري ماذا تفعل، ولكننا نؤمل أن الله سبحانه وتعالى يبعث حل لهذا الشعب كما اعتاد شعبا على في الخروج من المحن بمنح من الله سبحانه وتعالى. جيد. في ظل تصعيب إصدار التأشيرات من سفارات مثل تركيا ومصر والآن مخرا ربما أيضا سمات السودان، هناك حديث عن الذهاب إلى دول مثل جورجيا، الإكوادور، دول ربما لم يسمع بها الإريتري البسيط. ما مدى جدوى هذه الحلول؟ والله الحقيقة يعني تعرف في أخ كان في جورجيا كان يقول أنا الإريتري الوحيد في جورجيا، بس بعدين كنت أتابع الأمر معه خلال الشهر أو ما أشبه ذلك، والآن عاد إلى المملكة، وأنا قلت له عودي إلى المملكة يعني، أصلا هو قال أفضل أنني أرجع إلى المملكة العربية السعودية. الحقيقة أيها الإخوة، الإنسان يعني لا يصيب هلع وجزع ويخرج أو يهرب من مصيبة جزئية ربما تكون محتملة ومعلومة إلى مصيبة لا يعلمها. نعم. فإذا كان يعلم شيء يقينا في الإكوادور، أو أنا أول مرة أسمع موضوع الإكوادور ده حقيقة، أو غيرها، إذا يعلم شيء يقينا يذهب بحذر، لكن أنا والله يعني أخاف على شعبنا من الجزع من اتخاذ قرارات يندم عليها. نعم. لا يوجد أخي فؤاد، لا يوجد الآن حل سريع وشامل لجميع الإريتريين، حتى على مستوى الدول لا تستطيع دولة توفر حل شامل وسريع، فأرجو أن لا يبحث الناس عن حل سريع وشامل بسرعة بقدر
ما يبحث عن الحل الممكن في حدود المعقول. نعم. ونسأل الله أن يسر. نعم، شاهدنا مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي نوع من الهلع الجماعي وكذا. للأسف. لعلنا نأخذ اتصال آخر من أم مصطفى. أم مصطفى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا أم مصطفى من لندن، تفضلي. أي بشكر أنكم ذكرتوا معاناة أهلنا في إريتريا في سعودية. نعم. بس أنا أبغى أعرف، أنتوا شرحتوا الوضع كله بس ما جبتوا الحلول كمنظمات إنسانية وكمعارضة، يعني ما تقدروا تعملوا شيء للشعب الإريتري هذا؟ يعني المعارضة ممكن عندنا أكثر من 9 معارضة، هذول إيش دورهم؟ نعم. يعني الحكومة الإريترية ما حتعمل شيء، لكن أنتوا كمعارضة، أنا ما بقول أنتوا معارضة، المعارضة الإريترية عامة ليه ما تشوف لنا حل؟ نعم، واضح أختي أم مصطفى، شكرا لك، وصلت الرسالة. نأخذ اتصال آخر من أحمد من لندن، تفضل أخي أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي أحمد. شكرا للأستاذ فؤاد والأستاذ حامد على هذه المعلومات القيمة والمستنيرة بالنسبة لوضع الأريتريين في المملكة العربية السعودية. بس هناك سؤال يطرح نفسه بخصوص منظمات المجتمع المدني الأريتري والمعارضة وحتى حكومة أريتريا، فكلهم ظلوا صامتين ويتفرجوا، بمعنى إنه الحلول اللي طرحوها أهلنا الأريتريين في السعودية كلها اجتهادات فردية، وكأنهم يحاولون الخروج كأنما هي جات على رأسهم على حين قرة. طلوع جيدة بالنسبة ليهم، إما أنا أخرج وإما أدفع الرسوم، وإذا ما قدرت هنسجن، يبقى قدامه إيه؟ يا إما مصر يا إما السودان يا إما يشوف أي دولة أوروبية ثانية. يعني حتى الحكومة الأثيوبية ساعدت أهلها في إن في العودة إلى أثيوبيا. نعم، حكومة المملكة وفي العودة، وعملت جسر جوي لأديس أبابا بنظم مواطنيها. جميل. فنحن أهلنا حالهم هنا حال كالمستجير من الرمباء إلى النار. نعم. يعني يا أمشي مصر يا أمشي السودان أو أرجع أريتريا أرجع إزاي؟ ما عنده شيء. يعني حتى الحكومة ما كان بيصرح لهم عشان يبنوا منازل عشان يستفيدوا منها في المستقبل. جميل، واضح أخي أحمد، وصلت الرسالة، أشكر لك اتصالك. لعلنا نأخذ اتصال آخر من الأخ صباح من السعودية. الأخت عفوا الأخت صباح من السعودية، تفضل أختي صباح. يبدو فقدنا اتصال مع الأخت صباح، لعلها تعاود الاتصال بنا مرة أخرى. أستاذ حامد، أم مصطفى تحدثت عن دور المعارضة في حل هذه الأزمة، أين المعارضة الإريترية؟ حقيقة لم نسمع لهم أي تعليق أو أي دور أو أي شيء في هذا الموضوع. طيب، أنا سأتكلم عن الاتصالين، يعني ممكن المعارضة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني بسرعة. الحقيقة أنا لا أدري يعني لماذا كانت الثورة الإريترية والتي هي كانت تشكل المعارضة بشكل أو آخر في زمنها كانت تستطيع أن تتابع القضايا الإنسانية وتهتم بالإنسان الإريتري. درسنا فيما كان يسمى مكتب جبهة وغيره، مؤسسات التعليمية تابعة يعني بدون تسمية منظمة بعينها. نعم. والمرحوم سابع جزاه الله خير، كان هنالك اهتمام بالإنسان الإريتري وكان تخاطب كل دولة من أجل الإنسان الإريتري. الآن لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية أقلقت أبوابها أو رفضت أن السياسيين الإريتريين يخاطبوها عن أوضاع اللاجئين الإريتريين. نعم. وهم لهم علاقات قديمة جدا، فأنا لا أحب يمكن اللوم أو كذا، ولكن خلنا نقول عتب أو اقتراح أو نناشد المعارضة الإريترية أن تخاطب المملكة من أجل الإريتريين. لما لا يعني لماذا فقد هذا الشيء؟ أنا أضم صوتي وأقترح. نعم، رأينا أنه الكثير من المعارضة الإريترية كان دورها سلبي جدا، لكن ماذا عن الحكومة؟ تحدث الأخ أحمد حتى الحكومة الإريترية أين هي من أزمة مواطنية؟ نعم، الحكومة الإريترية طبعا نناشدها أن تخاطب وهي غائبة بلا شك، والحقيقة هي جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. يعني في العادة يعني هي حكومة تمكن بشعبها، هي جزء من مشكلة الشعب الإريتري. نعم. في بالنسبة للمنظمات، تعرف أنت أنا قريب من المنظمات، يعني
معروف وضعي في المنظمة. أين دور هذه المنظمات أخي حامد؟ أنت تعمل بقرب من المنظمات الإغاثية، وهنا أزمة إنسانية، هل هناك دور يمكن أن تلعبه هذه المنظمات؟ الحقيقة يعني في شيء برضو يخفى على كثير من الناس، هذه المنظمات طبعا منظمات مسجلة بشكل رسمي في بريطانيا ضمن قوانين معينة. هذه المنظمة لا تستطيع أن تعمل في أي دولة إلا برضا من تلك الدولة، يعني لا تستطيع أن تداهم بلد لتعمل فيه. الشيء الآخر، منظماتنا تساعد اللاجئين الإريتريين، يعني حتى في السودان لو إريتري مقيم في السودان بإقامة بإقامة مثلا إقامة طالب إقامة كذا، هذا ليس ضمن نطاق عملنا. نظاما لا نستطيع أن نساعد إلا اللاجئ الإريتري. السعودية لديها ناس لديهم رخصة عمل يعملون برواتب كافية عند كفلائهم، هل هو يعمل عند كفيل وما يعمل عند كفيل وراتبه يكفيه ما يكفيه؟ هذا أمر في الناحية الرسمية السعودية غير معترف، يعني لا يعتبر شيء رسمي. فلا يمكن تدخل هذه المنظمات يعني بدون إذن وتعمل، وهي تعمل للاجئين، والمملكة أصلا ليس هنالك أي منظمة لأي جالية في العالم تعمل في المملكة العربية السعودية. إنما دور المنظمات قد يكون في وراء الكواليس، في مناشدات، في ورش عمل، وفعلا المنظمات تقوم بهذا الأمر كما في قضايا أخرى. والله قبل قضية المملكة العربية السعودية كان هنالك في بعض الدول يعني إلى أعلى المستويات كانت المنظمات تحاول، ولكن ليس ضمن عملها الرسمي، ولا يسمح لها أن تجمع مال للسعودي للإريتريين في السعودية، ولا يسمح لها أن ترسل المال ولا تصرف مال هنالك. فهذه المنظمات المختصة باللاجئين هذا خارج نطاقها من رحل رسمية تماما. جيد. يعني معنا الأخ نافع سراج مرة أخرى من السعودية، أهلا بك مرة أخرى أخي نافع، هل تسمعني؟ الأستاذ نافع أنت معنا عبر الخط؟ يبدو أنه فقد الاتصال به، لعله يعود الاتصال مرة أخرى، أول إخوة في الجاليري يحاولون الاتصال به مرة أخرى إن شاء الله. أستاذ حامد، أنت تحدثت عن تقسيم شرائح المجتمع في إريتريا حسب في السعودية حسب دخلها وأوضاعها الاقتصادية المعيشية، هل يمكن تقسيم الأسر السعودية إلى شرائح في عملية البحث عن حلول؟ هناك من يرى أنه حتى وإن أدى إلى انفصال الشباب وبحثهم عن حلول، ربما منح، ربما هجرة، يخفف الوطء على رب الأسرة، وتقسيم على هذا الأساس. نعم، يعني هم كما يقولون يعني عندما تريد أن تحل أي مشكلة تحاول تفكيكها أولا. يعني أي مشكلة ككتلة واحدة مستحيل التعامل معها. نحن تكلمنا عن تقسيم الأسر، وأنت الآن تكلمني عن تقسيم الأسرة نفسها، يعني تفكيك المشكلة في الأسرة نفسها. الحقيقة يعني من لديه شباب في البيت ويستطيع أن يرسله إلى منحة دراسية أو إلى بلد أوروبي يجب أن يفعل ذلك. وإن كنت أعتقد الناس لا تحتاج أن نقترح عليهم ذلك أو أن نوصيهم بذلك، ولكن هذا ذكرى، فليذهب الشباب إلى أوروبا، لأنه قادم الأيام في المنطقة والظروف الإريتريين ظروف الإريتريين تبدو صعبة، فربما هذا الشاب الذي يرسل إلى أوروبا ينفع أهله مستقبلا. وبعض الأمور أيضا نحن نتوقع من أهل الفكر وطلبة العلم الشرعي الإريتريين في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بتوعية المجتمع حتى على مستوى المصروفات والمناسبات والتكاتف، والتذكر أننا جالية مهاجرين، يعني ولسنا أهل بلد نفطي، نجاري أهل البلد في المصروفات أحيانا. وتفكيك وضع الأسرة هذا حل، وفيما يبدو يعني بعض الناس بدأوا يرسلوا. طيب في نحن تقريبا وقت البرنامج انتهى، هل المقيمين في أوروبا في الخارج هل لهم دور يمكن يلعبوه بشكل جماعي كمنظمات تأسيس منظمات أهلية وكذا في عجالة؟ أستاذ حامد، ممكن جدا، ممكن جدا جدا عمل مبادرات في الغرب وتعمل على خطين، خط مناشدات للسفارة السعودية والمملكة العربية السعودية و تسريع الأمور في المفوضيات وتسريع القبول في كندا وبريطانيا وبعض الدول، هذا خط. الخط الآخر أيضا ممكن عن طريق مبادرات أيضا جمع أموال وإدراك بعض الأسر، لأنه الحقيقة يعني نحن ما دام المصيبة جاءت لو ساعدنا
20% من الأسر من كوبا نعتبر عملنا شيء. فأنا أدعو الإريتري الآن ربما نقلل الكلام عن الموضوع ونفعل ولو الشيء البسيط الذي نستطيع أن نفعله. هذه يعني ما أقوله. نعم لا شك هي أزمة عميقة، أتمنى أن تلتفت لها السلطات السعودية، وأتمنى أن يتكافل الإريتريين لمساعدة إخوتهم في المملكة العربية السعودية. أستاذ حامد انتهى الوقت، كلمة أخيرة. يبدو أنه أدركنا الوقت، تفضل ثواني فقط. طيب أقول لأهلنا في السعودية يعني إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. نعم إن شاء الله سيأتي حل بإذن الله، لعلها تفرج قريبا. أعزائي المشاهدين انتهى وقت البرنامج، أترككم في أمان الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.